نعم، تحياتي لكم. أهلا بداية، وسهلا. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجرحى الحرب. نعم، كثفت دولة الاحتلال التركي خلال الأيام الماضية وحتى اليوم شن هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، حيث استهدفت اليوم ريف تل تمر وريف بلدة زرقان ناحية زرقان. هذه الهجمات تستهدف منذ بدايتها المنشآت الحيوية والبنية التحتية والأحياء والقرى المأهولة بالسكان. حقيقة يمكننا استقراء أهداف الاحتلال التركي من خلال طبيعة هذه الهجمات التي تشنها طائراتها المسيرة والحربية، والتي تستهدف كما قلنا سبل العيش من محطات كهرباء ومياه وغاز وغيره. حقيقة هذا الاستهداف هو عبارة عن تدمير ممنهج للبنى التحتية. نعم، طيب، قبل أن أنتقل إلى السؤال الثاني لدينا هذا العاجل، لو تسمح لي أستاذ يحيى، الاحتلال التركي يقصف نقاط لقوات الحكومة بريف عفرين. إذن أعيد العاجل، الاحتلال التركي نعم. يقصف نقاط لقوات الحكومة بريف عفرين، وهذا يأخذني لسؤال أيضا، يعني حتى الآن هذه الهجمات المستمرة والصمت من قبل الحكومة السورية، لماذا؟ نعم، هذه الهجمات كما قلنا سابقا هي تستهدف كافة السوريين. هي حقيقة لا تستهدف مكون بعينه أو قوة بعينها، هي هدفها احتلالي، هدفها تحقيق الأطماع القديمة. نعم، حكومة دمشق إلى هذه اللحظة على الرغم من هذه الجرائم والانتهاكات وحتى الجرائم وحتى المجزرة الأخيرة بحق ضباط قواتها، إلا أنها تقف صامتة، وهي حقيقة بسبب أنها تبحث عن صفقات إلى هذه اللحظة، رغم ما يجري تبحث عن صفقات مع دولة الاحتلال التركي. نعم، نعم، بالإضافة إلى دمشق أيضا أستاذ يحيى، يعني إلى أي مدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وما تسمى بالدول الضامنة هي متورطة وربما نستطيع أن نقول شريكة في هذه الجرائم التي تحدث أمام الأعين والصمت للجميع؟ نعم، بالتأكيد المجتمع الدولي والقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا هي لا يهمها سوى مصالحها. هي إلى هذه اللحظة لم تتخذ أي إجراء حقيقي ورادع ضد القوات أستاذ يحيى، يبدو أننا فقدنا الاتصال. أستاذ يحيى، هل تسمعني؟ من شمال شرق سوريا، أشكر الصحفي والإعلامي يحيى الحبيب.